نظمت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي دورة تدريبية للناجحين في الامتحانات الشفوية لكتاب العدل الذين تأهلوا للامتحانات الخطية بمشاركة وإشراف عدد من أصحاب الاختصاص من المحامين وكتاب العدل. مفوضة العدل في الحزب سوزان إسماعيل شكرت المدربين وأكدت على أهمية الدورة. منأكد على أهمية هيدي الدورات ونحن منوعد أن نكرر هيدي التجربة. نتمنى النجاح لكامل لكل الأشخاص اللي تقدموا معنا بهيدي اللي شاركوا معنا بهيدي الدورة. نتمنى لهم كل النجاح ونتمنى أن تكون الكفاءة هي المعيار لاختيار الناجحين سواء لكتاب العدل أو لأي مباراة تانية يتقدموا لها على صعيد الوطن. بعض المشاركين تحدث للأنباء عن انطباعاته. الدورة كتير استفدنا منها لأنه عملت لنا مثل ريفيزيون عن قصص كتيرة. إذا كان واحد مش دارس وجيت ما بتستفيد شيء، بتكون دارس وتجي بتركز لك المعلومات براسك أكثر، ووقتها نحكي مع الدكاترة عم بيكون كتير في تجاوب. الدورة كتير مهمة عن جد، لأن احنا معظمنا لنا زمان مخرجين من الجامعة ومعظم المعلومات انمحت من راسنا، فالدكاترة كتير مهمين وكتير ساعدونا، والدورة عن جد يمكن إذا نجحنا إلها فضل كبير بنجاحنا علينا، لأنه لولاها عن جد في كتير مواضيع كانت أبداً درس بلا شرح ما بكفي. نتشكر الحزب الاشتراكي بمفوضية العدل بهالمبادرة اللي قمت فيها، كنا بحاجة كتير لهذا المبادرة لحتى نقدر نمكن معلوماتنا القانونية. كانوا الأساتذة كتير منيح واستفدنا كتير، أكيد كان جو إيجابي، قدرنا نتفاعل أكتر مع بعضنا. لا، الدورة كانت كتير مفيدة لألنا، دكاترة كانوا كتير منيح معنا، كانوا عم بيقدروا يستوعبونا ويستوعبوا الأسئلة اللي عم تنطرح مننا من قبلنا لألهم.